نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع الاتفاق بين أبل وسامسونج لسحب جميع الدعاوى القانونية ضد بعضهم خارج الولايات المتحدة. وللي ما بيعرف، تم رفع دعاوى بين الخصمين بسبب العديد من النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع بتسع بلدان خارج الولايات المتحدة، منهم المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، اليابان وألمانيا. أما بالنسبة للدعاوى الموجودة بالمحاكم الأمريكية فالشركتين رح بتتابعها وتستمر فيها. ومننتقل لأجواء الاكتتاب العام وتحديدا من قطاع الاتصالات، فبعد ما اعلنت زين الكويتيه واكدت عمليه طرح فرع البحرين للاكتتاب العام، عم يجري بالمقابل مباحثات لامكانيه ادراج اسهم اتصالات مصر بالبورصه المصريه، ولكن بحب شدد على انه ما تم اتخاذ اي قرار باكد هالموضوع. وبتوقع بعض المحللين انه عمليه بيع الحصص تبلغ 500 مليون دولار. قرار الادراج عم يندرس من قبل مجلس اداره اتصالات مصر مع انتظار موافقه مساهمي الشركه. من مصر ننتقل لقطر، حيث صدر قانون جديد من قبل أمير قطر بيسمح بموجبه للأجانب بتملك حتى نسبة 49% من الشركات القطرية. ومننهي مع متابعة ارتفاع الدولار من 9 أشهر مقابل اليورو مع علامات التحسن بالاقتصاد الأمريكي وتزايد التوترات بأوكرانيا اللي بدورة عززت جاذبية الأصول الأمريكية. وبالتفاصيل، ارتفع الدولار لأعلى مستوى من الشباط الماضي بعد ما أظهرت البيانات أنه طلبيات المصانع والنشاط الخدماتي زاد، ودعم ارتفاع الدولار أيضا التشدد من قبل صانعي القرارات والسياسات كما ذكر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي بدالاس. هذا كان كل شيء اليوم، شوفكم بكره.